فين الناس اللي شغاله مؤاخذه المحافظين والمحليات والبلديه وبتاع، والشوارع فوضى، واللي بيغلي على كيفه، واللي بيحط مؤاخذه شغل الطريق على كيفه بياخد تلتين الشارع، واللي مالهوش محلات بيحط برضه حاجات، واخد بالك؟ الناس مش عارفه تمشي في الشارع ولا العربية، يعني الشعب ليه يمشي مش عارف يمشي ولا في نص الشارع ولا على الرصيف ولا حاجه. فين كل واحد مسؤول؟ ها، ولو مشي مثلا النهارده جه ها بعد ساعه يمشي يرجعوا تاني زي ما هم. في فوضى في الشارع، لازم يكون فيه يعني قبضة من حديد، وفي يعني حكم جامد، وفي يعني ناس مسؤوله تنزل وبتاع، مش كده بالشارع. انت مؤاخذة النهارده ما نعرفش، كل واحد مؤاخذة، حتى اللي مش واخد محلات واخد تلتين الشارع، فين اللي هم اللي عاملين الازمه وعاملين كل شيء؟ واللي الاسعار كل واحد بيغلي على كيفه، وهو بيموت الدنيا. ليه ما فيش رقابه؟ ما فيش حكم؟ ما فيش في كلام بس كده، بنسمع كلام بنسمع احكام، واللي بيتاجر بيرجع تاني زي ما هو. يعني حاجة يعني ما فيش تاجر وأي حد، أي حد النهاردة زي ما تكون إيه، بلد فوضى. معلش، مع احترامي ليك، البلد كأنها فوضى.